السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وبصحة وسعادة وكويسين وكل سنة وانتم طيبين. رجعت لكم يا جماعة فيديو جديد. طبعا يا جماعة بقى اكمل الفيديو ده للآخر عشان الفيديو ده يبقى فيه حبة حاجات حلوة. طبعا هشيل دي دلوقتي، ماشي هشيلها دلوقتي، وان شاء الله هنعمل استعدادات للنشر والدنيا تبقى حلوة. حد يقول لي طب انت لسه عاملها ودلوقتي تيجي تقول هتشيلها؟ والله يا جماعة كلها على حسب، عايز اوديكم انتوا عشان في ناس كتير قالت لي عايزه النش وناس كتير قالت لي لا شيل دي مش حلوه وكده يعني. فانا هحاول اوديكم واحاول هرجع النش تاني مع اني كنت موقفه بس لفتره، فباذن الله هنشيلها وباذن الله هنجيب شبكه اماريه. وطبعا هعمل مصطبه بره بس مش دلوقتي، نظبط هنا حبه نش وبره هعمل مصطبه كبيره برضه هنش منها حيطي. فيلا خليكم معانا دقيقه وراجع لكم. ورجعت لكم تاني يا جماعه. طبعا لو انت اول مره تشوفني اشترك في القناه عشان خلاص ناقصنا 100 مشترك ونتم ال1000، فعايزين نتمهم يا جماعه في خلال اليومين دول. فطبعا خليكم بقى معانا عشان خاطر هنشد دلوقتي وهنفتح كده لكام حمامه هنشوفهم في الجو ندلعكم شويه. ماشي يلا بينا. رجعت يا جماعة عشتنا لطبيعتها تاني. فايه ان شاء الله دلوقتي بقى ايه هنفتح كده كام حمامة مع بعضينا وهنشوفهم هيعملوا ايه بعد يعتبر بقالهم فترة جامدة قوي ما فتح لهمش. ماشي فانتظروني 5 وارجع لكم. ورجعت لكم تاني يا جماعة. طبعا يا جماعة ان شاء الله ان شاء الله في كام زغلول طالعين عندي، وعلى الخمس زغاليل اللي بره في العزالة اللي بره على كام واحدة اللي هنا، فهحاول ان شاء الله نعمل لنا كده في حدود 15 واحدة ولا 20 واحدة بإذن الله، نحاول ننشهم ونشوفهم هيعملوا ايه. فطبعا دلوقتي انا هفتح بس ايه للكم قص اللي هنا عشان خاطر بس يهوي نفسهم، عشان ايه انتوا عارفين ان انا دايما بحب اسيب القصوص تهوي نفسها. حد يقول لي ما ينفعش نشي قصوص وتفتح القصوص؟ يا جماعة ما فيش حد جنبي خالص بينش. ماشي فيلا بينا نفتح القصوص مع بعضنا. يلا بينا. بس يا جماعة القصوص اهي. طبعا مجهودهم النهارده مش هيبقى جامد عشان خاطر بقالهم يجي اكتر من شهر مقفولين. هم يا جماعه مش عارف بقى ايه باينين معاكم في الكاميرا ولا لا. طبعا يا جماعه بسيبهم يلفوا اللفتين بتوعهم، بعد كده ينزلوا عادي بقى على البيوت يركنوا ويحدقوا وينزلوا يزقوا لي الزغاليل، لان ده مش حمام نش، ده حمام بطلعه ويفك عشان يطلع لي زغلولين حلوين. طبعا بقى معلش اتأخرت عليكم بقى في فيديوهات حلوة زي كده. بس يا جماعة طالعين عاملين ازاي؟ بقالهم أكتر من شهر وي والله ما فتح لهمش، المهم طلع شفق. بص بقى ما شاء الله يا جماعة زغليلهم، بس مطلعين زغلولين. الله أكبر، طلعوا حاجات أحجام. ليه؟ إن أنا حتى كمان لما كنت قافل عليهم يعني لما الشبكة لما الوش ده كان مقفول يا جماعة كان كنت بسيبهم في الأرضية فكان برضه فيهم صحة. بصوا حمام مصدق طلع يهوي نفسه. ليش طولت عليكم بس في فرجتهم؟ بس عشان في ناس والله يا جماعة طالبة مني تشوف نش. هو ده مش نش بس برضك حمامتين طايقين هم حلوين برضو.
طبعا بقى يا جماعة عشان ما اطولش عليكم انتوا، طبعا هسيبهم بقى ايه كده مع نفسيهم، هما يقعدوا لهم شوية، هيقعدوا لهم شوية لغاية اما ينزلوا عشان خاطر بقى لهم فترة. وبعد كده يا جماعة ان شاء الله الفترة الجاية هنجيب كام زغلول برضك ان شاء الله، لو نزلت السوق هجيب كام زغلول حلوين وبإذن الله هتشوفوا احلى نش هنا. وبصوا يا جماعة هو في الحمام ابتدى ينزل اهو، طبعا انا زي ما قلت لكم بسيبه ايه ينزل على مراكن يوحي حد والكلام ده كله. ناس طلبت مني يا جماعة حوار المراكن، فبصوا يا جماعة بصوا انا عندي مراكن قد ايه، طبعا حمام النش اللي بنش مفيش فرد فيه بإيركن الحمد لله. فبإذن الله تابعني مع الزغاليل هقول لك الطريقة اللي تخلي فرد الحمام ما يركنش، ولو فرد ركن هنعمل معاه ايه. طبعا ده كده الفيديو بتاعنا. طبعا يا جماعة بصوا الحتة دي اللي انا شلتها هسدها تاني عشان خاطر لما يبقى في زغلول كده لما اجي اخش ما يتخضوش. والحتة دي الحتة لسه ما شلتهاش. طبعا ده كده يا جماعة الفيديو بتاعنا، فلو عجبك دوس اشتراك ودوس لايك. وكان معكم يوسف صبحي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.